السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على بعض الأمثال عربية مترجمة باللغة الفرنسية وأمثال أخرى فرنسية مترجمة بالعربية. فالأمثال هما لي بروفيرب. فلنبدأ على بركة الله ونشوف المثل الأول: ليس كل ما يلمع ذهبا. فهاد المثل بالفرنسية هو tout ce qui brille n'est pas or. tout ce qui brille n'est pas or. فهنا عندنا لا ليزون فكنقولوا زور n'est pas or. داكور. tout ce qui brille يعني كل ما يلمع، brille كتعني يلمع، n'est pas or يعني ليس ذهب، ليس ذهبا. فلور هو ذهب. Donc tout ce qui brille n'est pas or. فبالنسبة لهاد الأمثال ما كنترجموهمش ترجمة حرفية، فكنترجمو المعنى فقط. Donc tout ce qui brille n'est pas or كتعني لا يجب الوثوق بالمظاهر، لأنها لا تعكس دائما الحقيقة أو لا تعكس دائما الواقع. D'accord. Donc tout ce qui brille n'est pas or. ليس كل ما يلمع ذهبا. المثل الثاني: رضا الناس غاية لا تدرك. فهاد المثل بالفرنسية هو On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. يعني لا يمكن إرضاء الجميع. On ne peut pas plaire à tout le monde. المثل الثالث: يجب ضرب الحديد ما دام ساخن، أو يجب طرق الحديد ما دام ساخن. هذا المثل بالفرنسية هو Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut battre كتعني يجب ضرب le fer، le fer هو الحديد، quand il est chaud madame ساخن. il faut battre le fer quand il est chaud يعني مادام يجب ضرب الحديد مادام ساخن. وهذا المثل كيتكلم على استغلال الفرص، يعني يجب استغلال الفرصه قبل فوات الاوان، يعني كنتكلموا هنا على استغلال الفرص. مثل اخر: الكلاب تنبح والقافله تسير. هذا المثل بالفرنسيه هو Les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Fa les chiens كتعني الكلاب، aboient تنبح، aboient la caravane القافلة، passe تسير. Donc les chiens aboient, la caravane passe. الكلاب تنبح والقافلة تسير. فهاد البروفيرب كيستعملو البيرسون اللي كيكون واثق من نفسو، تيكون غادي في الطريق الصحيح، وكيتجاهل ملاحظة الآخرين اللي كتكون سلبية وكتكون فقط باش ترجعو للوراء. وهنا استعملنا لي شيان لأنه الكلاب هي اللي كتكون معروفة بالحراسة. دونك لي شيان أبوا لا كارافان باس. مثل آخر: من يزرع الريح يحصد العاصفة. كي سام لو فون récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent كتعني من يزرع الريح، le vent هو الريح، récolte يحصد la tempête اللي هي العاصفة. Qui sème le vent récolte la tempête. وهذا المثل كيعني أنه الشخص الذي يسبب المتاعب يجني العواقب. دونك من يزرع الريح يحصد العاصفة. Qui sème le vent récolte la tempête. لا يوجد دخان بدون نار. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée يعني لا يوجد دخان، ففومي لا فومي هو دخان، sans feu بدون، sans كتعني بدون، feu اللي هي النار. Il n'y a pas de fumée sans feu يعني لا يوجد دخان بدون نار. Il n'y a pas de fumée sans feu. مثل آخر:
تفاءلوا بالخير تجدوه. هذا المثل معناه بالفرنسية Soyez optimiste et tout ira pour le mieux. Soyez optimiste et tout ira. هنا أيضا كنقوموا بلا ليزون فعلنا ira tout ira كنقولوا tout ira كنقوموا بلا ليزون pour le mieux. Soyez optimiste يعني تفاءلوا et tout ira pour le mieux. Soyez optimiste et tout ira pour le mieux. معناه هو تفاءلوا بالخير تجدوه. فكيف قلنا هاد الامثال ما كنترجموهمش ترجمه حرفيه فكنترجمو المعنى. مصائب قوم عند قوم فوائد. فهاد المثل بالفرنسيه هو le malheur des unes fait le bonheur des autres. Le malheur des unes fait le bonheur des autres. Le malheur des unes fait le bonheur des autres. يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. مثل آخر يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. فهذا مثل فرنسي rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. فراه المثل واضح rira bien يعني يضحك كثيرا qui rira le dernier من يضحك أخيرا. العقل السليم في الجسم السليم. هذا المثل بالفرنسية un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain يعني عقل سليم dans un corps sain في جسم سليم. Donc un esprit sain dans un corps sain. العقل السليم في الجسم السليم. الحاجة أم الاختراع. La nécessité est mère de l'invention. La nécessité est mère de l'invention. La nécessité كتعني الحاجة est mère أم de l'invention. Enfin l'invention هو الاختراع. La nécessité est mère de l'invention. الحاجة أم الاختراع. البحث عن إبرة في كومة قش. Cherchez une aiguille dans une botte de foin. Cherchez une aiguille, فالaiguille كتعني الإبرة, dans une botte de foin في كومة قش. Cherchez une aiguille dans une botte de foin. Cherchez une aiguille dans une botte de foin. فهذا المثل كيعني البحث عن شيء من المستحيل إيجاده. وآخر مثل عندنا في هذه الحصة الذي يسرق بيضة يسرق ثورا. Qui vole un œuf vole un bœuf. Qui vole un œuf الذي يسرق بيضة vole un bœuf يسرق ثورا. فهذا المثل كيعني من يسرق القليل يسرق الكثير. داكوغ دونك كي فول ان نوف فول ان بوف يعني الذي يسرق بيضة يسرق ثور. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على بعض الأمثال بالفرنسية أو لي بروفيرب. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة وتشاركوها مع أصدقائكم أحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.